هذه الرياضة. مشكور يا أبو حمدان، مشكور على هذا الدعم، وأيضا دائما متواجد هنا ومراقب أيضا هذا المراكز والركض الدائم ومتابع الصغيرة والكبيرة. مشكور لأعضاء اللجنة الذين قائمين على هذا المركز ودائما يظهر بصورة جيدة. وفي هذه اللحظات أحيل الميكروفون لزميلي سالم بن علي الحبس. شكرا للزميل سالم بن حضير ملكتبي. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، متابعي قناة ياس التراثية الفضائية في كافة أقطار العالم، متابعي أغلى مهرجانات دول مجلس التعاون الخليجي، مهرجان قصر الحصن الذي يقام هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة ميادين السباقات. نبدأ في هذا اليوم في 9 مارس لعام 2015 للميلاد. البداية تأتي مع نجوم المستقبل ومع سن الحجايج. نأتي مع أول أشواط الجعدان، 4 كيلومترات المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق. على البركة مشاهدينا متابعينا الكرام، مسير إلى الصدارة الأولى، إلى مقدمة الشوط. هنا ملهم من يأتي، عبد الله بن محمد بن عتيق المهيري من يأتي في المركز الأول. أنتقل بحضراتكم مباشرة هنا إلى المركز الثاني، الوصول من مولع لأحمد بن علي بن راشد الكعبي من يأتي هنا، بدأ يولع الشوط على المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، ومن وصل في ثالث المراكز هنا القادم مشاهدين الأعزاء وادع طالب بن محمد الهادي بن هليل الغفراني. نقلتنا مباشرة إلى المركز الرابع، هرمز لبطحان بن مسعود بن سعيد ألف هيده المري. بينما المركز الخامس، الوصول هنا من خامس المراكز مشكور مبارك بن هادي بن حارب بن مغير الخيالي، وصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. انتقل الى سادس المراكز ليجد هنا مشاهدين الاعزاء شاهين محمد بن راشد بن ضبيعه الكتبي القادم مع شاهين، والوصول من كحيلان حمد بن محمد الشرجي العامري. يا سلام لمن سيارتي هذا الشوط، لمن الفوز والانتصار، من سوف يتوج في أغلى المهرجانات مهرجان قصر الحصن. الله 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 الله، يتواصل على المركز الأول، ما زال محافظ هنا، ملهم 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 على صدارة. ولكن الأسماء قادمة يا ملهم، بعدما دخلنا كيلو الامتحان كيلو الصراع. الله الله الله، وصل ملهم على المركز الأول، ما زال محافظ، ولكن الوصول مولى أحمد بن علي بن راشد الكعبي غير إلى مقدمة الشوط. الوصول من الاسم القادم اللي وصل بهذه اللحظات كحيلان حمد بن محمد بالشرجي العامري. اهالي الساد قادمين، اهالي الساد، ولكن هنا مجازف لسيف بن علي بن معيصم الكتبي وصل بهذه اللحظات. اعود الى الصداره الاولى، اعود الى الامتار الاخيره، 400 متر. حرك يلي بيحرك، يلي يبغى اغلى السيارات هنا في اغلى المهرجانات. شوفوا اللي تسلل، شوفوا اللي قادم، اللي قادم حامل الرقم 6 اللي هو العنيف العنيف محمد بن سيف بن مبارك الخيالي. الخيالي غير، الخيالي غير، وصل شعار بالحب، ولكن الخيالي على الصدارة الأولى، على المركز الأول. العنيف 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 محمد بن سيف ابن مبارك الخيالي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني دكتور راشد بن مطر بن مبارك المنصوري. المركز الثالث رعد مبارك بن محمد الحب العامري. المركز الرابع من وصل مشكور مبارك بن هادي بن حارب بن مغير الخيلي. المركز الخامس كان مجازف لسيف بن علي بن معيصم الكتبي. هكذا النتيجة، هكذا الفوز والانتصار. إذا هنا أيضا
سلالة لهب بالفعل، أحد بنوك الإنتاج بدولة الإمارات والذي يمتلك الفيلسوف. ما شاء الله، هنا التوقيت الزمني 6:04، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك العنيف محمد بن سيف بن مبارك الخيلي على الفوز والانتصار بهذا الشوط. المركز الثاني كان الدكتور راشد بن مطر بن مبارك المنصوري 6:04، 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث من وصل في ثالث المراكز أيضا كان رعد بارك بن محمد الحب العامري 6:04، 9 أجزاء من الثانية. هكذا كان شوط القعدان والانطلاق في مهرجان قصر الحصن. ما يمتطون إلا على حمر الوبر وخيولهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين.